نطلب منك واحد الطلب سي صلاح الدين. أيه. طبعا بعد ما ناخذ الموافقه مع الدلاله سميره. مرحبا اختي سميره، بغينا يقدم لنا دابا شي خبر بالروسيه. متفقين؟ تعطينا هو الموافقه، اش بالك سي صلاح؟ علاش نديروا هذا الخبر؟ خبر ديروا بان مثلا بان في كازا البارح دابا غادي هذا الشيء غادي يشوفوه، لان ما تنساش بان كاين واحد الجاليه مهمه ديال الطلبه وديال الاطر عليا كثار، يعني لسنوات كثيره اللي درسوا كذلك في روسيا واللي تعرفوا الروسيه، وكذلك هناك جاليه روسيه مقيمه هنايا في المغرب. دابا انت باغي تحسني تشوف واش فعلا كنهضر بالروسيه، لان تخليني نهضر معاهم هما اللي غادي من بعد غادي يديروا لك لو فيدباك ياك. واش كان مزيان صلاح الدين في الروسيه ولا لا؟ رشيد الا سمحتي خاصو يدير لنا نفس النهايه بالروسيه. بالروسيه؟ شنو اش كيقول؟ الى الغد. لا لا نهايه النشره. الى اللقاء. شلايف خوص فيس خاص صلاح الدين. الموضوع شنو تختار؟ اي موضوع؟ تختار انت موضوع؟ اجي انت لهنا وخليني انا نجي. يا سلام. ماشي ماشي، ولكن شوف غادي ندير لك هذه ضروري ندير الاخبار. يلا Здравствуйте, дорогие господа и господа. Сегодня мы участвуем в этой передаче «Рашид Шоу». Конечно, это встречается с Новым годом. И мы вам говорим всем с Новым годом. С Новым годом! Сисала! Шнугельтилем! Шнугельтилем! С Новым годом! قلتي لهم قلتي لهم اليوم انا في حلقه عند رشيد شو. رشيد شو ما كيسواش. لا هذه واخا زيد 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 ما كيسواش نشوف. وقلت لهم بان هذه تزامنات هذه الحلقه هذه بهذه المناسبه تزامنات مع راس السنه الجديده، لذلك تنتمنى لكم جميعا سواء اللي حاضرين او اللي عبر الشاشه تنتمنى لهم سنه سعيده. واخا بلاتي سي